كواليس التحضير لتحديات الليلة وغيرها من مفاجآت وأحداث يومية الأسبوع الماضي منشوفها بهالتقرير. مع اقتراب نجوم بلا حدود من لحظة تتويج الفائز بالموسم الثاني، فرضت المواجهة بين الأقوى صعوبات أقسى، وصار هدف كل مشترك أنه يتفوق على الآخر بتقديم أفضل ما عنده، والفيديو اللي بيضمن له تمثيل فئته ضمن عناوين التحديات بشكل مثالي. أربع مشتركين عندهم نفس الإصرار للبقاء بالمنافسة على اللقب بالبرايم الأخير، ولهالسبب انتظروا إعلان سيلين التحديين الجديد بفارغ الصبر. أول تحدي بتكون تحكوا عن العنصرية. نايس. حفز عندهم التحدي الأول بعنوان لا للعنصرية، الطاقة الإيجابية الكاملة لتقديم محتوى قادر على التأثير وبشكل فعلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة هالمرض الاجتماعي العالمي. لكن المفاجأة كانت زيارة ضيف مش على البال كعنوان للتحدي الثاني، الحيوانات الأليفة. والليلة مع انطلاق برايم نصف النهائي، راشد المتاعب عن الفن والتصميم، نور الدين أمين عن السينما، سمر أنطون عن الويلنس، وجنان وكيل عن الشعر، صاروا حاضرين للتحدي ما قبل الأخير، وأملهم الوحيد إقناع لجنة الحكم والجمهور ليكونوا ضمن الثلاث الأقوى بالمنافسة الأخيرة على لقب نجم الآن وبلا حدود.